بكره احنا على موعد مع انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 واللي بتنظمه الحكومه المصريه خلال فتره من 23 لحد 25 اكتوبر وده لمناقشه اوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركه واسعه من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمختصين بتكليف طبعا من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن هذا المؤتمر الاستثنائي من ضيفنا اللي منورنا في صباح الخير يا مصر الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير وعلى كل الساده المتابعين والمشاهدين يا اهلا بحضرتك منورنا يا فندم في البدايه عايزين نوضح للناس اهميه هذا المؤتمر طبعا ما فيش ادنى شك ان المؤتمر بيعقد في ظروف اقتصاديه عالميه صعبه وتحديات عالميه صعبه افرضناها قبل كده كتير جدا في مجموعه من ملخصها اربع محاور اساسيه في تحديات كتير قبل الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري لا يعيش بمعزل عن الاقتصاد العالمي ولدينا اربع محاور مهمه جدا اتكلمنا فيهم باستفاضه وتحدثنا عن تحديات الراسماليه العالميه ونتائجها عام 2018 وكيف كان الدين المح... العام العالمي اكثر ضعفي ناتج المحلي الاجمالي العالمي، وكيف كانت هناك ممارسات تحتاج اعاده نظر، وجاءت تحديات جائحه كورونا ثم تحديات الازمه الروسيه الاوكرانيه ولدينا ايضا كما ذكرنا المشكله السكانيه والتغيرات المناخيه، كلها تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، الاقتصاد المصري كان في مرحله اعاده بناء في الجمهوريه الجديده. عندما توقفت عجلة الاقتصاد تماما في مصر أربع سنوات ثم بدأنا البداية الجديدة في صناعة جديدة للبنية التحتية وكانت في ممثلة في العديد من المشروعات القومية على أمل إعادة البلد وقدرة الدولة وشبابيتها وحيويتها واستعدادها للدخول في مسار اقتصاد جيد واقتصاد آمن واقتصاد مستدام وفق رؤية مصر 2030 جاءت م. الأحداث مغيرة تماما في 19 وفي 20 وفي 22 التحديات جسام فالظروف الاستثنائية تحتاج إلى المؤتمرات الاستثنائية هذا المؤتمر هو مؤتمر استثنائي بنسم من دعوة السيد الرئيس وتوجيه القيادة السياسية المصرية على انعقاد هذا المؤتمر الهام جدا المؤتمر ولأول مرة في مصر يكون هناك موقع إلكتروني لمشاركة كل المصريين وده شيء جديد وتوجه محمود وتوجه جيد جدا م. هناك فرصة كبيرة لوجود عينة ممثلة من الأفكار ومن الأطروحات ومن المقترحات عبر موقع إلكتروني للمؤتمر مفتوح لكل المصريين ربما أتمنى وأنا واحد من الناس الذي اللي بيرصدوا وبيحللوا الموقف والمشهد ولديه هموم مجتمع المال والأعمال ونتمنى أن يكون هناك مشاركة مصرية كبيرة جدا إحنا 110 مليون مفترض احنا نلاقي على الاقل 10 مليون مقترح او 10 مليون راي او 10 مليون ما 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 يعني عرض جيد لحلولنا لأن أنا مؤمن تماما أن الجزء كبير جدا مما نفعله في المؤتمرات والندوات هو يتعلق بالشعب الذي يمارس ممارسات أيضا اقتصادية ويحتاج إلى حلول اقتصادية كثيرة م. وربما لديه العديد من الأفكار الاقتصادية الهامة جدا على صعيد الاقتصاد الجزئي أو اقتصاد الأسرة أو اقتصاد الأفراد م. المؤتمر القادم ربما يحمل كثيرا من الرؤية الجديدة أو عملية إعادة تقييم للخطه الاقتصاديه للدوله كانت ماشيه بيها عظيم دي بقى عايز اتوقف عندها معلش اعاده تقييم هل مثلا الخطه الاقتصاديه احنا ماشيين عليها اكتشفنا مع المتغيرات اللي بتحصل في العالم كله ان احنا محتاجين نعدل في هذه الخطه فده وارد انه يحصل من خلال هذا الظاهرة ظاهره صحيه جدا انك آه. كانت تبقى ماشي في طريق معين بتشتغل على عناصر معينه ومحاور معينه واهداف <applause> معينه اقتصاديه وتحدث تحديات التحديات دي بيسموها منها ظروف قهريه واللي حصل في العالم النهارده في ارتفاع وتذبذب اسعار كتير جدا متعلقه بالسلع الغذائيه الاساسيه مثل القمح ومتعلقه بالطاقه وتحديات كثيره جدا ربما تحتاج الى اعاده عمل نظر واعاده النظر تحتاج الى مجموعه من النقاط الأساسية مبدئيا في المؤتمر لو تابعنا الجلسات المؤتمر فيه 17 جلسة في 3 أيام ومشارك فيه أكثر من 67 جهة خبراء جمعيات رجال أعمال مفكرين أسادة الوزراء تحديدا أجندة كاملة جدا تتحدث عن أمور كثير جدا أهمها عملية إعادة رسم السياسات الاقتصادية المصرية حتى تحافظ على الاستدامه في التطوير وتسيير الاقتصاد الكمي وايضا دخول الاقتصاد المصري في في مصاف التنافسيه لان احنا هندخل في تنافسيه جديده، المرحله القادمه عالميا لها تحديات جديده، محتاجين نقف على ازاي الطريق ل 30 مليون سائح، الطريق الى 100 مليون دولار، الطريق الى توطين الصناعه، الطريق الى مواجهه الدين العام، الطريق الى مواجهه التضخم الطريق الى كيفيه تقليل معدلات البطاله هذه الطرق كانت مرسومه ومحاور كانت مرسومه ونتائج كانت محققه ربما تحتاج الى رأي ورأي آخر تحتاج نقاش تحتاج حوار تحتاج توضيح ربما في جلسات المؤتمر سنسمع ونشاهد وهنا رسالتي أيضا إلى السادة المشاهدين والمستمعين لابد أن نسمع ونشاهد بمنتهى الدقة والتحية والمتابعة لأننا جميعا على أرض هذا الوطن شركاء التنفيذ المواطن شريك التنفيذ المو... الدكتور الجامعي شريك التنفيذ عجلة الاقتصاد مافيش حاجة اسمها اقتصاديين بحت. في حاجة اسمها نحن نمارس حياه اقتصاديه مفهول. نحن نمارس سلوك اقتصادي نحن نمارس اعلام اقتصادي مم. نحن نمارس اليات يوميه اقتصاديه نحن نحتاج الى عادة النظر في الانفاق الاستهلاكي للاسره والفرد نحن نحتاج الى ايضا من الحكومه اعاده نظر في الانفاق الحكومي نحن نحتاج الى ممارسات عديده جدا نحتاج فيها في مرحله استثنائيه وظروف الاستثنائيه قرارات استثنائيه وسلوك استثنائي حتى نستطيع ان نقف وقفه جيده في المرحله المقبله ودليل حضرتك عليه في مساله السلوك انه في باب التقدم زي ما حضرتك قلت مفتوح للناس تبعت مقترحاتها وتبعت اسئلتها معنى كان هو شريك فعلا فيما يحدث ده شيء جميل جدا انا بقول لك من وجهه نظري الشخصيه هذا يعني الطرح ده طرح جديد وطرح اتمنى ان يكون طرح جيد لا دخول التحول الرقمي دخول التكنولوجيا الرقميه وجود الوسائل الالكترونيه النهارده متاحه لكافه الشعب الامر يعني ربما كان يعني في الماضي قاصر على لوبيهات او تحالفات او نقابات او اتحادات او جمعيات او حتى مجالس نيابيه وغرف تشريعيه الان الامر مفتوح الى عامه الشعب النهارده بدل ما نقعد نتكلم في السوشيال ميديا في مواقع الكترونيه ونتكلم وننقض ونضيع وقت إحنا المفترض نكون إيجابيين في ذاك الوقت كشعوب نخش في هذا المكان أو في هذا البورتال أو هذا الموقع نكتب اسمنا وبياناتنا ومقترحاتنا مشاكلنا ظروفنا ربما هناك يعني ظروف اقتصادية تتعلق بشكل غير مباشر التعليم والصحة يتعلق بالاقتصاد وربما هناك جلسات في هذا المؤتمر من ضمن 17 أو 18 جلسة تتعلق بالتعليم وتتعلق بالصحة وكيف يمكن يعني أن يكون علاج التعليم وعلاج الصحة رافض اقتصادي أيضا للدولة صحيح. سواء بشكل إيجابي وبتخريج يعني منتج جيد جدا للأسواق العالمية من القوى البشرية المحتاجة محتاجينها من مصر واسمعنا كلنا عن عدد كبير من الأطباء المصريين موجودين في بعض دول العالم عام 2021 ربما ايضا يكون النظر الى التعليم كيف يمكن ان يعني نقلل من العبء اللي على على المواطن في مرحله او مصروفات او فاتوره التعليم اللي انا عايز اقوله ايضا ان هذا المؤتمر سيحمل محاور تتعلق بمشاركه القطاع الخاص وكيف يمكن النظر الى ملكيه الدوله الى بعض المشروعات التي تم تدشينها في وقت ما كان لم يقوى على ان يدخل فيها في هذا العمل الا الدوله، الدوله بدات عام 2014 ودعني اوضح لكم للساده المشاهدين ان هذا الامر مهم جدا، الدوله لم تتوغل على القطاع الخاص ولكن الدوله بدات مشروعات كان لم يكن على القطاع الخاص القدره على الدخول فيها. ومشروعات بنيه تحتيه ومشروعات قوميه ومشروعات كبيره ومشروعات عملاقه في الصناعه تمويلها واشتراطاتها وتراخيصها لم يكن القطاع الخاص أخيرا قادر مجمع قادر رمال السوداء وش وشاهدنا الان دعوه الدوله ممثله في السيد الرئيس وممثله في مؤتمر مثل هذا في جلسات تتعلق بدخول القطاع الخاص وشفنا طرح لوثيقه ملكيه الدوله كدرافت طرح على كافه منظمات والمجتمع العام والمجتمع الاعمال ومجلس النواب حتى والحوار الوطني حتى يتم اخذ اراء اكبر عدد ممكن حتى يمكن الوصول الى الصياغه التشاركيه التوافقيه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وهنا دعني اؤكد ان لابد ان يكون هناك ايضا مواصفات حديثه للقطاع الخاص الحديث الذي يجب أن يدخل في شراكة مع الدولة في هذه المشروعات المملوكة لكل المصريين، م. يعني خلينا نوضح مملوكة لكل المصريين، الحديث في هذا المؤتمر عن صندوق مصر السيادي، هو مصر دخلت مرحلة الصناديق السيادية في الجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن يكون لصندوق مصر السيادي دوراً هاماً جداً في المرحلة المقبلة، تحديداً فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية بالخارج، الاستثمارات بالداخل، ودعوة المستثمرين للدخول مع صندوق مصر السيادي في بعض المشروعات العملاقة في جنوب العربية، وكيف يمكن أن يكون له دور ايضا في موضوع وثيقه ملكيه الدوله وعمليه دخول القطاع الخاص في المشروعات الملكيه للدوله يعني ربما يعني يعني ربما يرى المشاهد البسيط او المتابع البسيط ان الامر يعني مش مش مجرد مؤتمر او كرنفال او احتفال انما الامور تاخذ ك <applause> يعني شكل جديد احنا الان في جمهوريه جديده في دوله فيها راي وراي اخر في مشكله في تحدي بنواجهه جميعا اعتقد انه الاليات اللي رغم ضيق الوقت وخليني اشكر واسمن مجلس الوزراء سيد الدكتور المهندس صهر مدبولي وفريق العمل على ضغط الوقت في التكليف يعني كون التكليف في هذا المؤتمر وبهذا الحجم وبهذا الزخم وفي هذه الظروف الاستثنائيه قبل اقل من 45 يوم تقريبا او اقل يمكن شهر م. يخرج المؤتمر بهذا الشكل الى حد كبير شكل يعني مطمئن على انه هناك استجابه وهناك توجه وهناك رؤيه واهتمام بالتحديات والمشكلات اللي عظيم. ممكن نواجهها في المرحلة المقبله. طيب دكتور يسري ملف الصناعه ملف مهم جدا وهيكون حاضر بقوه في هذا المؤتمر والاهم هو توطين الصناعه، يعني احنا بقى فتره شغالين على هذا الملف على توطين الصناعه وزياده نسبه المكون المحلي في صناعات عديده. ازاي نقدر نوطن الصناعه بشكل كبير واحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن دور رجال الاعمال والمستثمرين وهل في امكانيه ان يتحول المستورد الى مصنع؟ شوف خلينا اقول لك على حاجه مهمه جدا مبدئيا احنا محتاجين ربما يخرج هذا المؤتمر بما يسمى بخريطه خريطه صناعيه استثماريه متكامله وربما نقضي فيها وياخذ هذا المؤتمر بالقضاء على مجموعه من المعلومات او بما يسمى بالجزر المنعزله نحتاج الى خريطه صناعيه كامله الخريطه الصناعيه دي تكون يقودها السيد رئيس مجلس الوزراء بنفسه ويدعو لعمل هذه الخريطه كافة الجهات المعنية بالصناعة، سيد وزير التجارة والصناعه هي التنمية الصناعية، هي التنمية الصادرات، الأماكن المختلفة، مركز البحثية، مركز بحوث الزراعية، حتى يتم وضع تصنيف ووضع يعني آلية إلى 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 حجم الخامات اللي موجودة، م. حتى يمكن في البداية أن نوفر الخامات من المكون المحلي للصناعة. م. الأمر الآخر أيضا. على هذه الخريطة لابد أن يكون مستوى القوى العاملة المدربة لهذه الصناعة على هذه الخريطة أيضا يكون هناك الاشتراطات واشتراطات الجودة المطابقة للمواصفات القياسية العالمية حتى نستطيع أن نقنع المستهلك بأن المنتج المحلي بيواجه وبينافس ولديه قدرة على المنافسة في متطلبات الجودة العالمية الأمر الآخر على هذه الخريطة كيفية ترسيخ فكرة إنشاء العلامات التجارية أو البراندنج اللي, ب... اللي ده اللي بيخلي كل مصري يروح يشتري قميص الفلاني أو البنطلون الفلاني أو الجاكيت الفلاني عشان خاطر هو اسمه كذا كيفية تحويل هذه هذا الفكر في عقلية رجل الاعمال وعقلية مجتمع الاعمال في مصر وكيف يمكن دعم الدولة في هذه الخريطة لهذا الامر. على هذه الخريطة لتوطين الصناعة لابد ان يكون هناك حضور لمصادر التمويل سواء البورصة المصرية او المؤسسات البنكية والمصرفية وكيف يمكن ان تضع حلول تتماشى مع المصانع كثيفة العمالة المصانع كثيفة التكنولوجيا مكان تواجدها حتى نستطيع أن نحدث صورة جديدة شفافة راقية للصناعة المصرية الصناعة المصرية كانت وما زالت وستظل هي الحصان الاسود وفرس الرهار في الاقتصاد كانت وما زالت وستظل هي الرافض للتصدير لن تستطيع ان تحقق رقم صادر 100 مليار دولار دونما وجود منتج مصنع مصري 100% يستطيع ان يخلق لنفسه شخصيه سوقيه داخل الاسواق الجديده السوق الافريقي 53 دوله بعض الاسواق الاخرى ويكون لديه قدره على التنافسيه بعض الدول اللي قطعت شوط في عمليه دعم الصناعه وتوطين الصناعه وبرضه في هذه الخريطة لابد أن نضع في الاعتبار عند إعداد خريطة صناعية كبرى تكون متاحة، يعني النهاردة ساعدتي بإتاحة البوابة لهذا المؤتمر لا توصف، ربما نحتاج إلى أيضا إلى بوابة أو لوضع هذه الخريطة الصناعية المصرية، مم. المعلومات لابد أن تكون متاحة للشاب ولرجل الأعمال والمتدرب وللعامل وللمستثمر الحديث والمستثمر المحلي والمستثمر القديم ورائد الأعمال، دعونا نجذب رواد الأعمال والستارت اب في اتجاه الصناعة، مم. مش في اتجاه أي تقل... مشاريع البرمجة والبرمجيات ايضا حتى احنا شفنا بدات بعض المشروعات عملت فرقعات لكن في النهايه الصناعه والتجاره هم اساس وقاعده للتصدير وقاعده لبناء اقتصاديات متينه وربما يكون توطين الصناعه دو ادخال المنتج المحلي وتعميق المنتج المحلي وتعميق الصناعه المحليه هو الطريق واحد الطرق الرئيسيه والشرايين المؤديه الى 100 مليار تصدير لن تحدث 100 مليار تصدير دونما اليات مزيم. منضبطة لهذا الأمر طيب هل يمكن إحنا نعول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة نسبة هذا ليس طرحا هذا ها. أساسيا ها. يعني التعويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه والمتوسط الصغر الأمر الذي بنى أسواق شرق أسيا الأمر الذي بنى الصين الأمر الذي بنى بعض الدول أمريكا النهاردة كل الدول الاقتصادات المتقدمة مجموعة السبعة ومجموعة الثمانية ومجموعة العشرين لا لم تتقدم ولن تحرز تقدم ولن تستمر في استدامة هذا التقدم دونما المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر لكن هنا يعني أود أن أؤكد على كيف يمكن إعادة صياغة التعاطي مع فكرة المشروعات كان هناك الحمد لله قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبطولات الصغر وتم إقراره في الفصل التشريعي الأول في الدور في الدور الأول أيضا لدينا ربما رؤيه جيده جدا واهتمام الدوله جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه لكن نحتاج الى اعاده في مثل هذه المؤتمرات وفي مثل هذه الموضوعات الاستثنائيه والجلسات الاستثنائيه اعاده النظر في المنهجيه في طريقه التعاطي كيف نوفر اسواق كيف كيف نوفر خبرات لكن ليس لا نوفر تمويل فقط التمويل لا يمكن في اي دوله من الدول وفي اي تجربه من التجارب ان يعطي نتائج ايجابيه صح. او نتائج منتهيه لكن لدينا عناصر اخرى على معادله المشروعات الصغيره والمتوسطه الصغر لابد ان نخلق فرصه للتنافسيه لدخول المشروعات الصغيره والمتوسطه الصغر في مجال التصدير وفي مجال المعارض يعني حتى لا يمكن يتم القضاء على اصحاب المشروعات الصغيره الصغر من اصحاب المشروعات الكبيره، كيف نخلق هذه المعادله؟ كيف كيف نؤدي او او نصل الى طريق الصناعات المغذيه او مزبوط. الصناعات الكبيره، كيف يمكن انشاء بعض هذه الصناعات على الخريطه الاصطناعية التي تحدثت عنها داخل المناطق الصناعيه الكبرى، داخل الاقاليم، والنهارده يمكن ربما ما احدثته مصر في الجمهوريه الجديده في مشروعات تنميه الصعيد لم يحدث في تاريخ مصر، وبالتالي هذه فرصه سانحه الى اقتصاد وظهير اقتصاد في جنوب مصر في زراعي وصناعي ربما تكون المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر جزء كبير جدا واساسي من هذا العمل سعاده احنا في انتظار طبعا ما سيخرج من هذا المؤتمر اللي بالتاكيد هتكون فرصه لتنفيذ مشروعات كثيره جدا هتخرج من هذا المؤتمر وخطوات ناخدها خلال الفتره اللي جايه لدعم الاقتصاد المصري زي ما عملنا بالظبط من خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في 2015 بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا يا فن فندم دكتور يوسف الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه شكرا جزيلا لحضرتك